مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، ها هي انطلاقه شوطنا هنا الثاني عشر في مجموعه الاشواط، وشوطنا الثاني عشر هنا اخر اشواط القعدان. اقنع اصحاب السمو الشيوخ هنا بهذه الانطلاقه وبهذا الاداء. هنا نتابع معكم هذه المسيره، نتابع هملول المنطلق على الصدارة وعلى المركز الأول لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راهب بن سعيد مكتوم بقيادة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، من يتابعه هنا عاشق السلالة الشاهينية على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني يأتينا هنا هملول من هجني سيح السلم بمتابعة سعيد بن سالم لنيبي العنيد، يتابع على المركز الثاني. وعلى المركز الثالث يأتي سلهود سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راهل بن سعيد المكتوم، تابع طارش بن مبارك بالقبعة على المركز هنا الثالث، بينما المركز الرابع يأتينا بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء. سرمد المنطلق هنا بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل هنا لسمو الشيخ محمد بن ذياب السيب بن محمد أنهيا مع الصادق فضل الأمين. يأتينا هنا أيضا مدوق من هجن سيح السلام بمتابعة سيب بن أحمد بن خريدة السبوسي، من يتابع هذه اللحظات على المركز الخامس وسادس المراكز. المنطلق راهي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد مكتوم قيادة عبيد بن محمد بالضبيعة، من يأتينا على سادس المراكز. هذه هي الستة الأسماء المنطلقة هنا والباحثة عن الفوز وعن الناموس في ختام أشواط القعدان هنا وهجن أصحاب السمو الشيوخ. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول، إلى صدارة هذا الشوط وإلى هملول لا زال مسيطر على الصدارة وعلى المقدمة. المشتق سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يتابع خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، وعلى المركز الثاني يأتينا أيضا هملول آخر على ثاني المراكز وهجن سيح السلام بمتابعة سعيد بن سالم لنيبي، يتابع على المركز الثاني. ثالث مراكزنا يأتي سلهود، سلهود سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راهل بن سعيد المكتوم هنا بمتابعة مضمرة الشرق الأوسط طارش بن مبارك بالقوبع، من قدم لنا أفراح في الشوط الماضي يقدم سلهود هنا في هذا الشوط باحثا عن نقطة في هذا الصباح. المركز الرابع، يأتينا سرمد سمو الشيخ محمد بن ذياب السيب بن محمد آل نهيان مع الصادق فضل الأمين، من ينطلق هذه التحديات هنا والإثارة مشاهدينا الكرام. الوصول هنا من مدوخ، القادم على خامس المراكز لهجن سيح السلام، يتابع هنا المبدع سيب بن أحمد بن خريد السبوسي، من يتابع الانطلاق والأداء. وصل هنا راهي القادم بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهل بن سعيد المكتوم، يتابع عبيد بن محمد بالضبيعة الاقتبي ابو سعيد، من يقدم لنا هنا راهي بهذا الانطلاق والأداء هنا باحثا عن نقطة أيضا جميلة في هذا الصباح. صدارة هذا الشوط والمقدمة والمركز الأول، الصدارة لا زال هملول هنا على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور هملول سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم، تابع خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي على المقدمة وعلى المركز الأول، مسيطرا بمانع عاشق السلالة الشاهينية على مجريات هذا الشوط وعلى أحداثه حتى هذه اللحظات، بينما يأتينا هملول آخر على المركز الثاني.
هجني سيح السلم ومتابعة أبو خليفة العنيد سعيد بن سالم لينيبي يتابع على المركز الثاني ونحن نقترب من منتصف المسافة بينما المركز الثالث وصل سرمد على ثالث المراكز سمو الشيخ محمد بن ذياب السيب بن محمد آل نهيان مع الصادق فضل الأمين من يتابع في هذه اللحظات بهذا الانطلاق والأداء الجميل هنا أيضا 6:29 منتصف المسافة هنا وغادرناها بينما المركز الرابع يأتينا مدوخة على المركز الرابع من هجن السيح السلام مع المبدع سيف بن أحمد بن خريدة السبوسي من يتابع على المركز الرابع خامس المراكز هنا المنطلق في هذه اللحظات والقادم راهي هنا المتسلل لي سمو الشيخ عمدان بن محمد بن راهب سعيد مكتوم مع عبيد بن محمد بالضبيعة وسلهود سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راهب سعيد مكتوم مع طارش بن مبارك بن قوبعة هذه هي الستة الأسماء الأولى هنا نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام ستة أسامي هنا أيضا تنطلق باحثة عن التحدي نعود إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى التغيير الذي طرى وجرى في هذه اللحظات إلى صدارة هذا الشوط هو هملول من غير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول لهجن سيح السلام هنا عنيد المضمرين يتابع هنا بهذه الانطلاق والأداء سعيد بن سالم لنيبي يتابع على المركز الأول والصدارة المركز الثاني هملول لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم مع عاشق سلالة شاهينية خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي المركز الثالث يأتي سرمد لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن محمد آل نهيان مع الصادق فضل الأمين بعد 3 كيلومترات المركز الرابع هنا يأتي مدوخ لهجن سيح السلام ويتابع سيف بن أحمد بن خريدة السبوسي من يتابع هنا رباعية جميلة القادمة بهذا التحدي راهي القادم خامسا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب سعيد مكتوم مع عبيد بن محمد بالضبيعة وسادسا سلهود لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راهب سعيد مكتوم مع طارش بن مبارك بالقوبة لنا عودة إلى الصدارة مع المنعطف الأخير لهذا المضمار أو الالتفاف الأخير هنا الصدارة والمقدمة وهملول عزل على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول يسيطر على زمام الأمور هنا والأجهزة مبندة حتى هذه اللحظات مع المضمرين والمتابعين هملول لهجن سيح السلام ومتابعة سعيد بن سالم لنيبي على الصدارة وعلى المركز الأول هملول الآخر على المركز الثاني ثم الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي ويأتي سرمد على المركز الثالث سرمد المنطلق لسمو الشيخ محمد بن ذياب السيف بن محمد النيان مع الصادق فضل الأمين الثلاثية هو مع مدرج الهبوط ومع الخط المستقيم هنا ها هو 2 كيلومترات هنا في هذه اللحظات قطعناهن إذن ربا هنا المركز الرابع والقادم هناك في هذه اللحظات مدوخ ليسم وهجن سيح السلام هنا مع سيف بن أحمد بن خريدة نعود إلى الصدارة نعود إلى التغيير الذي طرى وجرى على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا من غير على الصدارة على المقدمة سرمد في هذه اللحظات من غير على الصدارة وعلى المركز الأول سرمد لسمو الشيخ محمد بن ذياب السيف بن محمد آل نهيان مع الصادق فضل الأمين أن يأتي على الصدارة على المقدمة هملول في المركز الثاني بن هجن سيح السلام قيادة سعيد بن سالم لنيبي والمركز الثالث
عاد هملول هنا المنافسة لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعود المكتوم خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي من يتابعه هنا عاد للمنافسة في هذا التحدي. ثلاثية جميلة، الله لمن الفوز لمن الناموس. هنا مع آخر أشواط القعدان تبقى لدينا شوطين للإبكار. الكيلومتر الأخير هو هنا لدى سرمد على الصدارة، سرمد على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. سرمد وهملول المعركة طاحنة. السلوم الله، سرمد على الصدارة على المركز الأول سمو الشيخ محمد بن ذياب السيف بن محمد النجان مع الصادق فضل الأمين. هملول يحاول يجنس السلام عيادة سعيد بسالم لنيبي. الله، اللحظات الأخيرة هنا بهذا الانطلاق والأداء. إذا لا زال سرمد على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول أدارة هذا الشوط. هنا سرمد هنا يبغي النقطة السابعة في هذا الصباح بهذه الانطلاقات والتحديات الجميل. الله، اللحظات الأخيرة هنا لهذا الشوط. إذا سرمد على الصدارة على المقدمة، هملول يحاول، سرمد وهملول هنا في المحاولات الأخيرة، ولكن سرمد هو الأقرب للفوز والأقرب. الله، اللحظات الأخيرة، النقطة السابعة، أم هملول يحاول هنا اللحظات الأخيرة في هذه اللحظات. الله، ولكن سرمد الصامد على الصدارة وعلى المركز الأول. تهانينا هنا للمرة السابعة، هذا الانطلاق سمو الشيخ محمد بن ذياب بن محمد النجان. تهانينا للصادق فضل الأمين المركز الثاني، وصل هملول هجنسي السلام المركز الثالث. أتانا هملول على المركز الثالث لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعود المكتوم، من حل ثالثا المركز الرابع. هناك راهي القادم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهي بن سعود المكتوم على المركز الرابع والخامس، والبقية عند لقنة خط النهاية. مشاهدينا الكرام سلهود، من حل خامسا سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راهي بن سعود المكتوم. هي النتائج مشاهدينا الكرام. ونعود إلى التوقيت الزمني مع مخرجنا أيضا المتابعة لهذه الانطلاقات هنا والتحديات. نتابع صدارة هذا الشوط والتوقيت الزمني ولحظة الوصول. هنا أيضا 12 دقيقة 55 ثانية، 8 من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني لسرمة. تهانينا لسمو الشيخ محمد بن ذياب السيف بن محمد أنهيان. تهانينا للصادق فضل الأمين. بينما يأتي هملول لهجنسي السلام، تابعت العنيد سعيد بن سالم لنيبي. هنا أيضا قاطعا مسافة في 12 دقيقة 56 ثانية، جزئين من الثانية. أما ثالث في مراكزنا فيأتينا شاهين هنا أو هملول، من وصل لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعود مكتوم بقيادة خليفة بن سلطان بن رشيد. تهانينا والناموس، تهانينا لجميع الفائزين.